أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. يبدأ اعتبارا من فجر يوم غد الجمعة العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد، إذ يطلب من الجمهور تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام عند الساعة الثانية فجرا لتصبح الثالثة. على صعيد متصل، دعا رئيس اتحاد أرباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المشغلين والمصالح التجارية دكتور رون تومر، دعا إلى تطبيق التوقيت الصيفي والعمل به طوال العام في البلاد، بالأخص في ظل الوضع الاقتصادي الراهن بفعل الحرب. من جانبه يقول الدكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، إن العمل بالتوقيت الصيفي سيعود بالفائدة على الصناعات العربية المحلية بما يقارب 100 مليون شيكل. نحن نريد أن نسأل الدكتور زحالقة الذي ينضم إلينا الآن عبر الزوم، كيف يؤثر التوقيت على الوضع الاقتصادي سواء للمصالح أو الدولة؟ مساء الخير دكتور محمد زحالقة. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، ورمضان كريم. رمضان كريم. دكتور محمد زحالقة، يعني شو دخل توقيت صيفي ولا شتوي؟ كيف الإشي بيأثر على الدخل، على المصالح، على الاقتصاد؟ ما علاقة الأمر؟ اليوم التغيير اللي عم بيصير في التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، اللي بيصير انه اغلب الصناعات واغلب المصالح التجاريه رح تخسر ساعه عمل، يعني الساعه الخامسه في فصل الشتاء الناس عم بتروح في المساء العتمه، يعني رح تكون، فبيكون اكثر حركه تجاريه، اقل حركه تجاريه مسائيه رح تكون، الناس عم بتروح متاخر، اللي رح يروحوا على البيت مباشره من غير ما انه يقدروا يعملوا مشتريات او يعملوا اي مصالح اخرى. واحدة من النقاط الأساسية، النقطة الأساسية الثانية اللي هي الخسارة المباشرة للمصنعين بشكل عام، في التوقيت الشتوي بيكون ساعات الشغل في كثير محلات عم بتقل، الفترة المسائية بتكون أقل، وعشان هيك اللي احنا عم نطالب فيه إنه يصير توحيد زي قسم كبير من دول أوروبا، إنه الساعة تضلها ثابتة على مدار السنة، ما يصير هذا التغيير، يضل عجلة الاقتصاد حتى في الساعات الشتوية إنه الناس تروح بكير اللي نقدر نكمل فيها. على ايش اعتمدت في تصريحك دكتور محمد زحالقة انه الانتقال للعمل الصيفي يعود بالفائده على الصناعات العربيه المحليه بما يقارب 100 مليون شيكل؟ من وين هذا الرقم دكتور؟ الرقم هذا اجى من اخر احصائيه اللي صارت خلال العام 22 و23 على الاقتصاد المحلي بشكل عام، الاقتصاد الاسرائيلي كلياته يعود في فائده انتاجيه حوالي 480 مليون شيكل، نسبه المجتمع العربي منها بالضبط هي من 22%، فهيك 100 مليون شيكل كانت واضحه على الانتاجيه بالمجتمع العربي وحتى على المستوى الاقتصادي العربي المحلي. بنحكي عن هذا الرقم ال 100 مليون شيكل لو تم تطبيق التوقيت الصيفي طوال السنه، ولا الانتقال، مجرد الانتقال للتوقيت الصيفي بيجلب هذا الرقم؟ لا، لو تم تطبيق هذا الرقم خلال طوال السنه، لانه احنا حتى لو المبلغ هذا او قسم نصه اللي ممكن يعود علينا بسبب الانتقال للتوقيت الصيفي، ولكن راح نخسره مباشرة مع العودة للتوقيت الشتوي. نعم. عشان هيك هذا الرقم هو ثابت محسوب حسب انه احنا خلال السنة بنضل في توقيت واحد اللي هو التوقيت الصيفي زي كثير من دول اوروبا. نعم. السؤال، الى اي مدى تلعب السياسه دورا في قضيه التوقيت الصيفي، ونحن نعلم بانه لدى الاحزاب الدينيه اليهوديه كانت اصلا معارضه في السابق لاطاله فتره العمل بالتوقيت الصيفي؟ بالذات مع خلينا نقول مع حكومه اللي هي اغلبها مجتمعه على نقاط معينه، فهنا احنا واحده من النقاط الاساسيه اللي هو في التوقيت اللي هي الحكومه نفسها. نعم. عشان هيك بما انه احنا عارفين كاتحاد ارباب الصناعه انه هذا الساعه والتغيير تبعها بيكون في قرار حكومي، وكل سنه احنا خلال الثلاث سنين الاخيره بنطالب في نفس الطلب انه يكون تحديد للساعه هاي بسبب الاحزاب الدينيه اللي احنا شايفينها سبب التغييرات الموجوده. يعني في المدى المنظور مش راح يكون استجابه لهذا الطلب للاسف. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، كنت معنا في بث حي مباشر، شكرا على هذه المعلومات.